من الثورة. التفاني يا فتحية. أنا هنا يا عيني. بسمعك وبتعلم منك يا لبي. لا يا لبي. لبي؟ ايه ده؟ ما فنش لبي. لا ده كان زمان، انما ده بيت دلوقتي بقيت مرات الزعيم. يا نهار اسمح. ده حبك قوي يا بنت والله. واني بحبك يا لبي. انا كمان بموت فيك، بس انا خايف الثورة تروح في اتجاه تاني الوقت واحنا مع بعض كده. اهتف. أيوة. اهتف يا زعيم. ايوه زعيم. ايوه هاتف. طب اهتف ورايا يا فتحية. يسكت حكم العمدة. يسكت حكم العبدة. عبدة؟ ايوه. يلا يعني ده اذا كان سلبي مش هتبقى عبدة. يسكت حكم العمدة. يسكت حكم العبدة. يسكت حكم العمدة. يسكت حكم العمدة. يسكت حكم العمدة. انت عارفة يا ابو تدري، انا بقالي 30 سنة عمدة دنشواي ابا عن جد. عمري ما حسيت اني مالي مركزي قد اليومين دول. ايوه امال، هم حيلاقوا في البر كله عمدة زيك. ده انت مراعي مصلحة اهل البلد كلهم اخر حاجة، حتى الانجليز شايلهم على كفوف الراحة. ما هي دي الشطارة، ازاي تنيم اللي قدامك على الجنب اللي يريحه. بس بقى على الله تعدني من ضمن اللي عايزين يرتاحوا. ايه انت هم ارتاحوا واخر غندره يا مبطرخه. يا عمدي. ايه يا عمدي. ايه يا زفت انت في ايه؟ البلد هيجان عليك وعلى افعالك الهبله. اني افعالي هبله يا ابن الهطله؟ غور نجيب حشاكتك ده يا فمك. ده كان زمان، انما سلمبي فنج العنينة ونورنا يا حراميه. اخرس انكشح يا واد بدل ما تخك. هنكشح وهغور، وادي حاجتكم اهي، انا هنضم للمعارضه. غور يا انتوا هتشوفوا ايام سودي. غور يا ابن السرمه من هنا. جبريل والله يقطع خبر امك. ايه ده؟ يا عمدي الواد الليمبي فتح عينين الفلاحين علينا، يكونش يصدق انه زعيم بصحيح. انت لازم تتصرف يا عمدي. طب والعمل يا مقتدري؟ وهي دي تفكاره؟ ما تتصرف قبل ما تبقى هزو. لا قطع لسان اللي يقول عليا كده. الموضوع ده لازم يخلص الليله، ارميه من فوق والليله يا عمدي. طب افرضي انه وقع وما ماتش، والليمبي قرره وعرف منه سر الكنز. علشان تطمن تخه قبل ما ترميه. ارميه منين يا ولية؟ يا لهوي يما، هترميه من فوق الحصيرة يا راجل، من فوق الدار. يا ساتر عليكي، ده انت مرة سو بريه من شرك. قوم يا راجل. حاضر، اديني غاير في 60 داهية. راجل بلط. يسكت حكم العمدة. يسكت حكم العبدة. 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 يسكت حكم العمدة.
الموجة الثانية من الثورة. الناس مش مشيت. الناس مشيت. فين الناس يا بنت؟ الناس مش عارفة يا سليم بس أدي معاك. تعالى إيه الناس اللي مشيت دي إيه؟ فلول ولا إيه؟ أيوه فول. نفسي في فول وفحلم بصل. بس وقرنين بس بس ف... جوعت يا سيدي. بس جوعت ايه؟ جوعت من الهتاف. هتاف ايه ده؟ انا اللي طلع من امي اللي جابوني. احنا الوقت الثوره باظت خلاص. ايوه الثوره فكرت. يلا اهتف اهتف يا سعيد اهتف. ادي سخنت. سخنت ايه وانت هتشوط البلد؟ ايه اللي سخنت؟ انا تعبت بقى بهتف من اول البلد. عيب انت سعيد اهتف يا ستي. مش هتنالي على عيني اللي جابوني. اهتف انت بقى. خلاص ماشي يا سيدي. خلاص خلاص يسكت يسكت حكم العبد. يا لمبي ايوه هريس اهو. مش هو ده سبب نزولك البلد؟ ايوه. مش هو ده اللي انت عايزه؟ ايوه. وماله؟ خده بس جثه. ما تموتنيش يا عمده، انا اعمى. اخرس يا كلب. جدو جدو انا اللمبي. اللمبي؟ ايوه اللمبي. انت اللي كنت بتطبل على الطبله. الحمد لله الحمد لله. هي دي البشاره، اللمبي بيطبل على الطبله. ايوه زي ما قالولنا. وكمان الدبانه الحمراء هنا على كتفي. انت اللمبي. ايوه أنا مبسوط قوي. أيوه. إنني فتحت قبل ما أموت. دايماً. وهقول لك على سر الكنز. قول. أيوه. بس مش هقوله لك هنا. أمال فين؟ هقوله لك هناك تحت الشجرة. هتقولي لي هناك تحت الشجرة إزاي يعني فين؟ الشجرة الشرقية. عارفاها؟ أنت عارفة الشجرة الشرقية؟ أيوه. أيوه خلاص ماشي. الشجرة دي ليها فيها ذكريات. أيوة. كنت بقعد انا وستك هناك وناكل برتقال ناكل برتقال. الله يرحمها. الله يرحمها. هي فين دلوقتي؟ ماتت. لا والله. هي السبب في ضياع عيني. كنت احذفها بالبرتقاله. وتحذف لي بالبرتقاله. ايوه. وفي ساعه تجلي حذفت لي البرتقالتين. ضيعت عيني. بس كان عمى مؤقت. الله يرحمه. وخلاص خدي تحت الشجرة بقى. سد معايا فتحية. خدي يا سليب. يلا يا اخوي. يلا يا اخوي. يلا يا اخوي. يا اهل البلد يا اهل البلد يا خلق يا شهاده. ابو الحاج هريسي بيفرفر وشكله هيموت دلوقتي اهو. يلا يغور قبري يلم العفش. ده قاعد يتسلف من كل واحد فينا النيكله والسحتوت لحد ما بيعنا هدميتني. يعني ايه يا فلاحين؟ هنسيب هريسها ده يموت كده من غير ما يقول لنا مكان الكنز فين وفين خباه؟ يا نكدي احنا نروح كلتنا كده ونكتم على نفسه لحد ما يقر مكان الكنز ده فين. ايه يا سخام الطين اللي انت بتقوله ده؟ نروح كلتني ونكتم على نفس بيقول لك بيموت بيفرفر. هنعمل في ايه تاني؟ امال هنعمل ايه بقى يا سهار؟ الله يخرب بيتك خرعتني بالراحه مسروره. انا عندي الحال. ايه؟ اكيد الاكيد هريسه دي وهو بيودع هيقول لابنه ضناه عن مكان الكنز. يا سلام كلامك فطير مشلتت يا حاج. ده كلام موزون بصحيح. هو ده الكلام يا بهضبي. يبقى احنا نراقبه لغايه ما نعرف مكان الكنز فين وساعتها اخده لوحدي. قصدي يعني اخده لوحدي وبعدين اقسمه علينا بالتساوي. والله كلامك قرص بعجوه يا حاج. كلام موزون بصحيح. الله يفتح عليك يا بهضبي. يبقى مين اللي المفروض نراقبه لغايه ما نعرف مكان الكنز؟ الليمبي. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي. براو عليكوا يا رجالي. يلا بينا. على فين؟ الله يخرب بيوتكم. على الليمبي وهو بيسمع من هريسة مكان الكنز يا بهاي. يلا بينا. يلا.
بدنا نكل جدي، بدنا نكل جدي. انزل انزل انزل، حط لك حجر اهو، انزل ريح. ايوه. طب وبعدين يا سيدي؟ اللي بعدين ادينا قاعدين بقى لما نشوف اللي هيحصل فيه ايه. يا عبدي ايه يا خايفي؟ بس 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 العلامة، بس العلامة، العلامة بتاعت الكنز بس. أهو ايه سليبي؟ مفتاح الكنز، مفتاح الكنز. ما كدبتش، ما كدبتش يا سليبي، وصفة الكنز كبات. الله، انتوا مالكم متأثرة قوي كده ليه؟ يلا بينا بقى عشان نروح نمشي بقى. يلا. لا يا سليبي، لا بقدرش، بقدرش اسيب ابويا وابي، ملهمش غيري. يا بنت ابويا وابوي ايه يا بنت؟ بقول لك المشاعر الدفينه دي ملهاش مكان عندنا في قلب الحته اللي انا جاي منها. يلا بينا نخلع. يلا. بقدرش، بقدرش يا سليبي، مش ادي اللي ابيع اهلي، ادي بالبلد دي، بلد ابويا وجد جدي، ادي مصري. برافو، واحد قوي. يلا بقى خلاص، روح روح يا سليبي. طب هروح عشان خاطر سليبي دي. ايه يا سليبي؟ 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 اي